احنا دي طقم توابل، طقم ملاحات خشب. ملاحات خشب بكام؟ ب10 جنيه. دي على بعضها ب10 جنيه حلوه قوي، في منها كذا شكل. علب الفشار دي بكام؟ ب10. الواحده ب10 جنيه يا بنات. والقطاعات دي بكام؟ ب10. بصوا في منها كذا شكل، عندك شكل قلوب ودوائر وكل حاجه، برضو بيتفرق. بيتفرق. بكام ده؟ ب95 جنيه. حلو قوي ده عشان يمسك على الحوض وكده. حلو. بصوا عندهم قسم خاص بقى للكفرات، سواء غطا ثلاجه، غطا غساله، فوط، كل الحاجات دي موجوده اهي. وادي الكبه اليدوي اللي احنا لسه شايفينها اللي هي ب85. ده بيتفرق بقى الشماعات، ممكن نعدي؟ اه طبعا. ده بصوا طبق سيليكون تقدري تلميه وتفرديه زي ما انت عايزه. صباح الفل على الحلوين، جوله جديده ومختلفه جدا هتعجبكم جدا جدا في درب سعاده في شركه الجنرال. المكان ده فيه من الابره للصاروخ، كل حاجه بتتخيلوها للمطبخ موجوده عندهم. هيبقى معانا حد من الشركه وهيقول لنا بعض الاسعار. طبعا مستحيل نقدر نحصر كل الحاجات اللي موجوده في المكان، لكن الى حد ما يعني هتعرفوا ان رينج الاسعار عندهم الحمد لله كويس. انتوا شايفين ان الشركه دي جمله وفي نفس الوقت بتبيع لكم قطاعي، فده حاجه حلوه جدا وهيعجبكم المكان جدا. اي عروسه بتجهز المكان ده بالنسبه لك كنز، اي ست عايزه تجدد مطبخها المكان ده فيه من الابره للصاروخ زي ما بيقولوا. مش عايزاكم تضحكوا عليا لما تسمعوا الفيديو علشان هتحس ان الشخص اللي واقف معايا يعني كاني بستجوبه، بس ده بسبب ان هم كان عندهم ضغط شغل وكانوا عايزين يخلصوا بسرعه، وانا كمان كنت عايزه اعمل الفيديو بسرعه عشان اللي كان واقف معايا كان وراه شغل كتير قوي. يلا بينا نبدا الفيديو. زي ما قلت لكم اوعوا تضحكوا عليا عشان هتحس ان احنا قاعدين في الاسم بالظبط. لما سمعت الفيديو تاني انا نفسي قعدت اضحك، بس هيعجبكم قوي. حطوا لايك ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب احنا هنا يا بنات معانا حد من الفرع هيقول لنا، بس اول حاجه ممكن حضرتك بس تقول لنا العنوان فين بالظبط؟ عند جامع البنات. تمام، ممكن تعلي صوتك شويه؟ عند جامع البنات سنتر درب سعاده محل الجنرال. طيب ممكن تقول لنا بس بعض الاسعار، يعني مثلا دي القطعه بكام الصغيره دي؟ ده طقم ثلاثة. التلاتة مع بعض بكام؟ ب210. التلاتة ب210. طيب دي ايه؟ ترابيزه دي خشب؟ ترابيزه للعرايس تفتح وتقفل. وريني كده، ليها ارجل يعني؟ ليها رجلين. حلوه قوي. بكام دي؟ دي ب220. ب220 جنيه. ودول طقم صواني خشب؟ برضه للعروسه. سنتين. بكام؟ ب250. ب250 جنيه، كل دول خشب مش كده؟ كل ده خشب، ودي فيها ازاز. دي فيها ازاز؟ دي فيها ازاز. فيها هنا كفر ازاز، اتنين مع بعض مش كده؟ بكام؟ ب240. طب احنا الايكيا دول كام واحده مع بعض؟ ليه واحده خرجانه واحده؟ بكام الواحده بقى؟ ب20 جنيه. دول عليهم رسومات يا بنات، دي الكبيره. تمام؟ وعليها ازاز الباندا برضه، عليها رسومات الباندا. بصوا دول شكلهم جميل قوي دي. معالي. تمام، قلنا الواحده ب20 مش كده؟ واحده ب20، وطقم ايه؟ طقم بيتزا جرانيت. طقم بيتزا جرانيت بكام؟ ب195. ب195 جنيه. طيب ممكن نتخطى المنطقه دي. البلانشات دي بكام بقى؟ او الخشب دول دي 65. 65. ودي 85. تمام. ودي 75. 75. 65. يعني دي 85 ودي 75؟ دي 55 جنيه. دي ب55. ودي ب60 جنيه. تمام. دي فرش دي ولا ايه؟ دي فرشة تنظيف هدوم وفرشة سجاد في نفس الوقت. فرشة هدوم وسجاد في نفس الوقت بكام دي؟ ب10 جنيه. دي ب10 جنيه يا بنات. خلاص للنيش. ده ايه؟ فرز نيش. يعني بيتعمل بيه؟ اتحط في النيش؟ ده بيتحط في النيش. وده كمان؟ ده كمان؟ 75. ده فصوص تالت. ما اقدرش. ده 20 جنيه. والله حلو قوي. وده عصاره ليمون، ودي شايله. الشايله دي بكام؟ ب 30 جنيه. والعصاره؟ العصاره ب 25 جنيه. 25 جنيه. طيب. بقول لك في حاجه قال لي في الساعه؟ الشايله دي بكام؟ الشايله دي ب 25 جنيه. 25 جنيه تمام. ماشي. ليمون 4 في 1. الاربعه في واحد دول بكام؟ 15 جنيه. المناديل القطن دي بكام؟ 30 جنيه. ب 30 جنيه. قول لي بقى ده بكام؟ ده ب 35 جنيه. 35 جنيه ابيض والوان؟ ابيض والوان. حلو قوي. الشنطه دي بكام؟ الشنطه دي؟ ب 40 جنيه الكبيره دي؟ افتحها افردها كده. دي ب 40 جنيه؟ حلوه قوي ما شاء الله، وخامتها محمله. المال المقاس الصغير بكام؟ المقاس الصغير ب 25 جنيه. 25 جنيه. صوتك قوي انا مش سامعك اصلا. ب 25 جنيه. 25 جنيه معلش، الف سلامه.
طيب المشايات دي بكام؟ 140 جنيه. ب 140 جنيه دول كام واحده؟ ثلاثه؟ ثلاثه في بعض. ثلاث مشايات يا بلاي. طيب والبرطمان ده؟ ب 25. ده ب 25 جنيه اللي هو البرطمان اللي بيشلمه. طيب المجات دي؟ ب 30 جنيه بقى. ب 30 جنيه المج. وعندها تشكيله الحراره كلها مجات. بصوا المجات الحراره، طب بتبدا من كام لكام كده تقريبا يعني؟ من 30 جنيه لحد 190 جنيه. من 30 ل 190. ايه اللي ب 30 جنيه عندك؟ مج الارنب ده. الارنب ده؟ اهو. الارنب ده يا بنات ب 30 جنيه ولحد بقى 190 زي ما قلت، مش كده؟ طيب دي بكام؟ دي ب 65. ب 65 جنيه اي واحده؟ اي شكل فيهم. تمام. والمربع ب 210. المربع ب 210. تمام. ده شمع؟ ده شمع. بكام؟ ب 30 جنيه. ب 30 جنيه يا بنات الشمع. اي شكل ب 30 جنيه؟ الصغيرين دول بكام؟ دول ب 25 جنيه الصغيرين دول. واحد ده ب 35 جنيه. ودي علبه يا بنات فيها اربع قطع ب 35 جنيه. شمع فواحه ما بيخلصش. تمام. شمع فواحه ما بيخلصش. طيب قالب الكيك ده بكام؟ ب 50 جنيه. 50. وده؟ ده ب 45 جنيه. دي اللي هي التيفال العاديه يا بنات ب 45. امال السيليكون بكام؟ 45 برضه. طيب والطاجن ده؟ 60 جنيه. 60. والمصفى؟ بطعم ثلاثة. ثلاثة مع بعض؟ ما هم مقاس واحد. لا وسط وصغير وكبير. اه يعني انتوا بتركبوا الثلاثة مع بعض كده ب 180 جنيه. تمام. ادي كبير وصغير ووسط. بكام؟ ب 180 جنيه. ب 180 جنيه. امال الستانلس ده بكام؟ الستانلس ده فرداني وفي منه طعم. الفرداني بكام؟ طعم ثلاثة ب 350. والفرداني؟ الفرداني بيبدا من 70 جنيه وزودها 10 جنيه على كل مقاس. حلو قوي. 70 و10 جنيه على كل مقاس، يعني 70 80 90. طيب صينيه الكب كيك دي ب 60. والعجان؟ العجان ده ب 150. ده ب 150. حلو تقيل ما شاء الله. طيب ممكن نخش بقى جوه. هنا يا بنات هنشوف بعض الرفايع، ما شاء الله المكان زحمه هم مشغولين جدا، فهنشوف كده ايه حاجات بسيطه من هنا. دي السبونجه السحريه دي بكام؟ 7 جنيه. دي ب 7 جنيه. الفرشة دي بكام؟ 15 جنيه. ده بكام؟ ده ب 30 جنيه. ب 30. والماسك ده بكام؟ الاثنين مع بعض؟ ده الاثنين مع بعضهم ب 45. 45 جنيه. طيب والمكيال ده بكام؟ 15. طيب الفرادة دي بكام؟ 60 جنيه. دي اللي هي المتحركة يا بنات. دي ب 95 جنيه. دي ب 95 جنيه. خشب المتحرك في خشب متحرك برضه ب 40. تمام. والقطاعه دي بكام؟ 15 جنيه. قطاعه بطاطس قطاعه مخلل ب 15 جنيه. والمنخل يا بنات بكام؟ ده ب 80 جنيه. ب 80 جنيه. حلو قوي. عندك الهراسه دي بكام؟ الهراسه دي ب 15. ب 15. ودي؟ ب 20. ب 20 جنيه. الشياطه بتاعت الشياطه بكام؟ 15 جنيه. وفي حاجه ب 35 جنيه. ب 15 وب 35. طيب سياخ الشاوي. سياخ الشاوي دي بكام؟ ب 40 جنيه. ب 40 جنيه دول كام واحد؟ 10؟ لا مش 10. 10. 5 و5. طيب الطاسه الجرانيت دي بكام؟ بتبدا من 140. دي اللي في ايدي دي؟ 150 جنيه. دي ب 150 جنيه؟ اه. والتيفال دي؟ التيفال دي ب 120 جنيه. ب 120 جنيه؟ اه. حلو قوي. طيب الشماعات دي الطقم بكام؟ الدستة كاملة ب 60 جنيه. شماعات نضيفة ب 60 جنيه الدستة؟ الدستة كام واحدة؟ الدستة 12. 12 واحدة. يعني الواحدة ب 5 جنيه. تمام. طيب عندنا هنا دي طقم توابل؟ طقم ملاحات خشب. ملاحات خشب بكام؟ ب 10 جنيه. دي على بعضها ب 10 جنيه؟ حلوة أوي. في منها كذا شكل. قلب الفشار دي بكام؟ ب 10. الواحدة ب 10 جنيه يا بنات. والقطاعات دي بكام؟ ب 10. بصوا في منها كذا شكل، عندك شكل قلوب ودواير وكل حاجة. وحامل المعالق ده ب 10 جنيه. تقدري برضو يبقى حامل فرش ومعجون وكده. بكام الصفاية دي؟ 50. دي ليها قاعدة ولا هي كده بس؟ لا دي ملهاش قاعدة. ملهاش قاعدة؟ من غير طبق يا بنات ب 50 جنيه. طيب والطبق السيليكون ده بكام؟ ده بيتفرد؟ ممكن نعدي؟ اه طبعا. ده بصوا طبق سيليكون تقدري تلميه وتفرديه زي ما انت عايزه، وكمان ينفع بانيو الاطفال تغسلي فيه خضار زي ما انت عاوزين. بكام ده قلت؟ ب 390. ب 390 جنيه؟ اه. طيب في منه بصوا الصغير على شكل مصفى اهو برضو بيتفرد. اه بيتفرد.
بكام ده؟ ب 95 جنيه. حلو قوي ده عشان يمسك على الحوض وكده. حلو. بصوا في منه مدور كل وفي الصغير خالص. الصغير ده بكام؟ ب 30 جنيه. ده ب 30 جنيه الصغير. طيب الاطباق دي بكام؟ ب 7 ونص. الطبق ب 7 جنيه ونص. حلو قوي. في منه الوان كتير. ودي ب 7 ونص. الصبانات دي ب 7 ونص. الصينيه دي بكام؟ 35 جنيه. ودي نفس السعر بتاعها 35 جنيه. تمام. الرز زي مصفر رز. حلو قوي. 25 جنيه. 25. تمام. بصوا عنده كمان الكوبايات دي، عندهم كل حاجه ما شاء الله. ودي حلوه قوي. دي بكام دي؟ دي ب 30 جنيه. دي ب 30 جنيه تتعلق في الحمام للفرش. حلوه قوي. والجاروف ده بكام؟ 15 جنيه. بصوا عندهم قسم خاص بقى للكفرات، سواء غطا ثلاجه، غطا غساله، فوط، كل الحاجات دي موجوده اهي. وبرده عندهم ما شاء الله، بصوا حامل اكريليك للميك اب، وعندهم علب وبرطمانات، وكمان الكبه بكام الكبه دي؟ 350. دي كهربا؟ 3 لتر. كهربا. 350 جنيه يا بنات 3 لتر. ودي كمان ولا دي يدوي دي؟ دي نفس السعر برضه. كهربا برضه؟ يدوي. يدوي؟ كهربا. كهربا. دي اليدوي؟ دي القديمة 175 جنيه. بصوا بقى كمان في قسم خاص هنا زي ما قلت لكم للفوط والكفرات. تمام؟ اهو والجوانتيه، كل حاجه تخص المطبخ موجوده في المكان ده ما شاء الله. بكام الفوطه دي؟ ب 25 جنيه. بصوا ما شاء الله فوطه دبل فيس تقيله، حلو قوي شغل المطبخ. والجوانتي الحراري ده بكام؟ 70 جنيه. ب 70 جنيه واحده بس ولا الاثنين مع بعض؟ الفرده ومبطن من جوه. الواحده بس وهو مبطن من جوه زي ما انتم شايفين كده. تمام. كفر الغساله بكام؟ ب 40 جنيه. اللي هي فوق ولا الاوتوماتيك؟ اي حاجه فيهم واي مقاس كمان؟ أيوة. طقم التوابل اللي فوق ده بكام؟ 250 جنيه. 250 جنيه. الفوطه دي ب 10 جنيه. والفوطه دي ب 10 جنيه اللي هي المقاس الصغير. دي المساحه بتاعت الازاز. مساحه الازاز ب 15 جنيه. ب 15 جنيه. تمام. بصوا ما شاء الله عندهم كل حاجه. ده ايه؟ ده رول لزق. رول لزق رخامي؟ رول رخامي بليت لزق. بكام بقى؟ 45 جنيه. كم متر ده؟ 5 متر. 5 متر ب 45 جنيه. ودي المبشره الستالت ب 45 والكبيره كذا مقاس ب 45 جنيه. كلهم ب 45؟ الصغير ب 40 جنيه. الصغير ب 40 والكبير ب 45 جنيه يا بنات ما شاء الله. طب صينيه، الصينيه بتاعت البانك كيك دي ب 175. ب 175. والصغير بتاع الفراخ دي ب 35 جنيه. طيب الكبه اليدوي اللي فوق دي بكام؟ ب 85 جنيه. ب 85 جنيه بس، سعرها حلو جدا صراحة. لما تيجوا هنا المكان هيعجبكم جدا، فيه ما شاء الله حاجات كتير قوي وجميلة. هنا بكام ده؟ الكاتل ده بكام؟ ده ب 250 جنيه. 250 جنيه. وادي الكبة اليدوي اللي احنا لسه شايفينها اللي هي ب 85؟ حاجة معروضة على الجنب. تمام. دول الكبات اللي احنا لسه مصورينهم جوه. الموجات الحرارية اللي احنا لسه قايلين لكم سعرها بيبدأ من 30 جنيه ل 195 جنيه. الترامس عندك بتبدأ من كام؟ بتبدأ من 220 جنيه. من 220 جنيه لحد 260 جنيه، يعني مثلا ده بكام؟ ده ب 240. 240. والوردة عندك بكام؟ دي بكام مثلا؟ الوردة تركي مستورة ب 25 جنيه. ب 25 جنيه. والحامل اللي بيبقى فوق التواليت ده بكام؟ ب 250. ده ب 250 جنيه. بتاع الغسالة وعند المنشر برضه وعند الركنة بتاع الحمام. وبتاع الغسالة ده بكام؟ نفس السعر. ب 250 برضه؟ تمام. وعند الكبير بتاع الحمام ب 250 برضه. دي ركنة بتاعت الحمام بكام؟ ب 250. ده كبيرة بقى. ركنة كبيرة في كل البانيو. اللي هي دي؟ باين اهي. بصوا كل دي ب 250 جنيه. والمنشر ده منشر 3 فور ب 350 جنيه. 350 جنيه. بصوا احنا كده تقريبا قلنا لكم معظم الحاجات اللي موجوده في المكان، وانتوا بقى حاسب لكم برضو كل حاجه في اول تعليق، سواء لينك تليجرام او ازاي توصلوا للمكان، ارقام التواصل، كل حاجه. بكام دي؟ 120. 120. بص شكلها عامل ازاي. تمام. وبكده يا حلوين تكون خلصت جولتنا، يا رب تكون عجبتكم من اللي ترضاكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركة، وفعلوا الجرس، واستنوني في جولات تانية كتير. مع السلامة.